ما ترجعش تدافع عن دمار. حاسوا كيف الانبيل وقف الروما وكل المنطقه احرار وكل يعدنا يذبح. اليوم هاي مسيرة غضب على الجريمة اللي حصلت بحق ناشطين من الأحرار في سوريا كلها وفي الثورة السورية. ألموا النظام كتير، لذلك النظام اغتالهم بأزرع له موجودة هون، بأزرعوا اغتالوا لهدول الأبطال لأنهم ألموا النظام، لأنهم أحرار. بس اليوم نحن عاملين وقفة غضب، وهاي الوقفة ستستمر، مو بس اليوم، ستستمر حتى تحقيق أهداف الثورة اللي خرجوا من أجلها الأحرار رائد وحمود وغيرهم، وحتى أطلاق سراح المعتقلين ومنهم الحر ياسر السليم اللي موجود في معتقلات في عقاب. هؤلاء الأحرار عم يتم اغتيالهم أو اعتقالهم. هؤلاء الأحرار هن اللي عم يألموا النظام، لذلك النظام عم يرسل الأزرع تبعيته مشان إما اغتيال أو اعتقال هؤلاء الأحرار.